عايز اقوله لمواهب البوليفارد اللي هيكونوا معايا التأني في كل حاجه وعايزين نحسبها صح. ان الانسان جدا حازم، اذا ما تسمع كلامي ما تطبق كلام المدربين اللي معانا وفريق العمل ما مستحيل ان اكون انا اشتغل معاه. طبعا اكيد متوتره شوي بس انا متحمسه اكتر ومتوتره. كواليس صناعه النجوم صعبه جدا بس طلع انه الامر صعب جدا. البداية كانت للتعارف ولكن حان وقت الجد. لن يكون المشوار سهل، راقبوا عن قرب خطواتهم يومياً. الثامنة KSA على MBC 4.